ما هي السلفية وهل هي حزب وما حكم الانتساب إليها؟ السلفية هي الأصل، مذهب السلف الصالح من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه هي الأصل، ومن خالفها وخرج عنها فهو ضال. وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هذه هي السلفية، ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه والأئمة الذين جاءوا من بعدهم، هذه هي السلفية وهي الأصل، ما هي مثل ما يقولون إنها فرقة من الفرق، لا، هي الأصل، والفرق هي المنشقة عنها. نعم.